مما لا شك فيه ان مشروع حياه كريمه واحد من اهم المشروعات القوميه اللي الدوله بتقوم عليها دلوقتي، مش بس لانه بيعيد تاهيل البيوت والطرق والمدارس، لا كمان لاهتمامه ببناء الانسان، بناء المواطن المصري. اخيرا اعلن صندوق مكافحه الادمان عن قيامه، او مؤخرا اعلن عن قيامه ب 45,000 زياره لاسر حياه كريمه للتوعيه بمخاطر الادمان، واللي هيكلمنا عنها دكتور ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائيه بصندوق مكافحه الادمان. يا دكتور ابراهيم صباح الخير يا فندم. خير يا فندم، على حضرتك، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب وبخير دايما. عايزين نتكلم في البداية عن أهمية هذه الزيارات، زيارات الصندوق لقرى حياة كريمة. احنا طبعا زي ما حضرتك عارف صندوق مكافحة علاج الإدمان هو بينتهج عزمة من البرامج الوقائية والعلاجية لكل فئات المجتمع، وطبعا يأتي على رأسها الفئات اللي كانت زي ما بنقول كده مهمشة لسنوات طويلة، واللي فخامة رئيس الجمهورية ابتدى ان هو يهتم بهم اهتمام خاص ببناء الحجر وايضا ببناء البشر. لو حضرتك تفضل، احنا كمان كنا لازم نكون موجودين داخل تلك الكرة بشكل كبير جدا، وتواجدنا منذ اطلاق المبادرة الرئيسية حياة كريمة. النهارده وصلنا الى اكثر من 700 قرية موجودين فيها، ابتدينا ان احنا ندشن حزمة من البرامج الوقائية على رأسها طبعا الزيارات المنزلية. احنا بنهتم جدا في موضوع الزيارات المنزلية ان احنا نروح لكل بيت من بيوت اهالينا اللي موجودين في القرى، ونبتدي ان احنا نعرفهم بآليات الاكتشاف المبكر، نعرفهم بكيفية التعامل مع مريض الإدمان، بكيفية ان احنا عندنا خط ساخن للعلاج بنقدم من خلاله الخدمة العلاجية بالمجان وفي سرية تامة. والحقيقة ان كان في، احنا كنا متخوفين في البداية ان الناس ما تقبلناش، ما ترحبش بينا، ان يكون في دي من ضمن المعوقات اللي احنا كنا شايفينها، ولكن لقينا ترحيب قوي جدا من اهالينا اللي موجودين في القرى، بداية لانهم عاوزين يعرفوا معلومة صحيحة. هو ده المهم عندهم، يعني ايه ادمان، يعني ايه الوقوع في المشكلة، طب انا اعمل ايه، طب انا اتواصل مع الناس ازاي، طب انا اقدر ان انا اودي ابني المصطبية اقرب مصحة ليا اقدر اروح بيها وهكذا. فانا لقينا ان في تجاوب قوي جدا سواء كان على مستوى اهالينا اللي موجودين في تلك المناطق، او على مستوى الجهات التنفيذية كمان. يعني احنا لما بننزل القرية مش بس بنشتغل على زيارات منزلية، ولكن بنطرق كمان المدارس اللي موجودة، ندخل مراكز الشباب، ندخل الجمعيات الاهليه لها دور قوي جدا في تلك القرى، وابتدينا ان احنا نعمل جلسات اسريه بشكل مستمر مع اهالينا ومع اولادنا اللي موجودين هناك. طب استاذ ابراهيم، كلمنا عن المحافظات اللي زرتوها. احنا زرنا كل محافظات الجمهوريه، يعني احنا لما بنيجي نتكلم النهارده قرى حياه كريمه، احنا عندنا 18 محافظه موجود فيها مشروع حياه كريمه. الحقيقه ان احنا دخلنا في ال 18 محافظه، ولكن طبعا زي ما حضرتك عارفه ان القرى وصل عدد دلوقتي لاكثر من 4000 قريه. احنا متواجدين حاليا مع القرى الرئيسيه اللي موجوده في قرى حياه كريمه، وطبعا حضرتك عارفه ان القرى دي مش هتخلص في يوم، يعني الزيارات او التواجد مش في يوم. لا، احنا مستمرين داخل القريه من يوم الى 15 يوم، وبالتالي عدد الزيارات تفوق او وصل الى 45,000 زياره. عندنا ورش عمل وصلت الى اكثر من 1000 ورشه عمل. عندنا الاهم من ده كله ان احنا استقطبنا مجموعه من الشباب الجامعي والشباب اللي هو على قدر كبير جدا من التعليم، ان يكونوا متطوعين معانا في المبادره بتاعتنا دول، وبالتالي ابتدينا ان احنا يعني احنا لو خرجنا من البلد بعد 15 يوم موجود متطوعين اللي موجودين داخل القريه بيبتدوا ان هم يقدموا خدماتهم او خدمات الصندوق على لسان متطوعين من اهل القريه نفسها. عظيم. انا عجبني في كلام حضرتك انه احنا الموضوع ما بيقتصرش فقط على الندوات العامه، لا احنا بنروح للناس في بيوتهم، ودي حاجه مهمه جدا لانه طبعا لازم يكون يتم في اطار من السريه والخصوصيه. صحيح. وده كان حاجه مهمه جدا، لان احنا بنحترم جدا الثقافه القرويه، وبنحترم جدا ثقافه بعض القرى اللي موجوده في ان احنا ازاي ندخل، وامتى كمان التوقيتات اللي ندخل فيها. ده برضو كان من ضمن الحاجات اللي احنا درسناها وقدرنا نشتغل عليها. عظيم. علشان كده كان في تواجد قوي جدا، وما زلنا مستمرين داخل تلك القرى. طيب كنت بتكلم مع حضرتك، احنا اتكلمنا عن اليه التوعيه، اليه العلاج بقى لو لقينا حالات. احنا طبعا لو لقينا حالات او اكتشفنا حالات على طول بنحولها الى اقرب مركز علاجي. احنا النهارده بقى عندنا 28 مركز علاجي موزعين على مستوى 18 محافظه، والحال ان ال 28 مركز علاجي بنقدم من خلالهم العلاج بالمجان وفي سريه تامه. على طول بيتم تحويل الحاله الى اقرب مركز علاجي، بيتم التواصل مع اهل المريض بشكل مباشر، وبنستقبل الحاله على طول في العيادات الخارجيه، وبعد كده لو احتاجت ان هي يتم
بيتم الحجز على طول، بيتم الحجز ليها. الحقيقه ان يعني بيبقى ليها سيستم بشكل مختلف واسرع عن اي حالات اخرى، لان احنا بنكون مهتمين جدا باهالينا اللي موجودين، ان احنا نرجع انسان تاني يكون قادر على الانتاج وقادر على العمل. والمتطوعين اللي موجودين اللي زي ما حضرتك قلت سايبينهم في القريه دول بقى بيتابعوا الحالات. ده صحيح، ده بقى ده الاجمل، ان هم مش بس بيقدموا الوقايه، ان هم كمان بيتابعوا الحالات، بيقدموا لها دعم نفسي، دعم اجتماعي، لان انت عارف حضرتك طبعا ان مريض الادمان بيبقى دايما عنده وصمه كده، وصمه اجتماعيه مختلفه شويه. ولكن احنا متطوعين بما انهم من اهل البلد ومن اهل القريه ومن اهل المركز، فده مسهل لنا حاجات كتير جدا. طب البرنامج كمان اتنفذ في مناطق بديله للعشوائيات، ايه اهم المناطق دي؟ طبعا احنا ابتدينا البرنامج في مناطق بديله العشوائيات. احنا عندنا منطقه بشير الخير في اسكندريه، عندنا البحروسه في القاهره، عندنا الاسمرات، عندنا حاليا اسطبل عنتر شغالين فيها. كل المناطق اللي فخامه رئيس الجمهوريه اطلقها وجعلها اماكن امنه بعيدة عن العشوائيات، احنا متواجدين فيها بشكل قوي جدا جدا. ابتدينا ان احنا ندشن كمان مهرجان بما يسمى مهرجان الطفل والأسرة. والحقيقة ان احنا في المهرجانات دي بنحاول ان احنا نجمع الأسرة كلها بالكامل، الأب والأم والأبناء. بناخد الأبناء نشتغل معهم ورش عمل وألعاب تفاعلية بشكل مختلف، وناخد الأسر نشتغل معاها ورش عمل متخصص عن كيفية الاكتئاب وكيفية التعرف وكيفية التعامل، وازاي نكون نقدم تربية أسرية ناجحة سليمة نقدر من خلالها نقي ولادنا من الوقوع في أي مشكلة اجتماعية من ضمنها طبعا تعاطي وإدمان المواد المخدرة. طيب دكتور إبراهيم، من واقع خبراتكم إيه العلامات اللي بتقول إن البيت ده فيه حالة إدمان لو الشخص نفسه ما قالش أو أهله ما قالوش؟ بيبقى في يعني احنا في بعض البيوت لما بندخلها بيبقى في حاله انكار، لا احنا ما عندناش، لا احنا ما نعرفش حاجه. وما لما نبتدي نتكلم معاهم بالراحه كده، طب ايه هي الافكار اللي ممكن تخلينا نقع، طب ايه الحاجات اللي ممكن نقع فيها، نلاقوا هم بيستفيضوا بشكل قوي جدا. نلاقوا مثلا بيقولوا ان في حاجات بتتسرق من البيت، لا احنا بقينا الشخص ده بقى عصبي جدا، بقى مش هو ده الحال اللي انا ربيته عليه، ابني مش عارف ايه، ابني وصل لفين. نلاقوا هم بذات نفسهم بداوا ان هم يسردوا تلك المظاهر اللي احنا بنتكلم عليها علميا. بنبتدي كمان نوجه بشكل غير مباشر، طب يا فندم لو انتوا عارفين حاله بينطبق عليها تلك المواصفات، احنا على تم الاستعداد ان احنا نكون قدمنا الخدمه العلاجيه، واحنا موجودين في البلد لحد مش عارف امتى وهكذا، واولادنا موجودين ونقدر، طب خدوا رقم الخط الساخن اهوت. ونسيب طبعا بعض المطبوعات والورقيات، لان في بعض الاهالي فعلا زي ما حضرتك تفضلت بتبقى عندها وصمه وعندها خشيه ان هي تقدر ان هي تبيح ان عندها حد مريض. دكتور ابراهيم، المفاجاه بقى، اتفضل يا فندم اتفضل. المفاجأة ان احنا بعد يوم او اتنين نلاقي الاهالي دول بيقابلونا، طب انا ابني عايز اعالجه اروح فيه. دكتور ابراهيم، يعني علاج الادمان من اصعب الحاجات، لان معظم العائلات يعني شايفه ان دي حاجه مكلفه جدا، فالنهارده الدوله بتتكفل بعلاج الحالات دي، فحضرتك قول لنا الخط الساخن مره تانية بعد اذنك. الخط الساخن 16023، وده احنا بنقدم من خلاله العلاج بالمكان وبسريه تامه بناء على توجيهات معالي الدكتوره نيفين القباج والدكتور عمرو عثمان، ان يقدم الخدمه لكل فئات المجتمع تكون مقدمه بالمكان وبسريه تامه. احنا الحاجتين دول احنا بنهتم بهم جدا عن طريق طبعا التواصل على رقم الخط الساخن 16023. طيب من خلال زياراتكم يا دكتور ابراهيم، الفئات العمريه اللي وجدتوا عندها حالات ادمان، يعني دخلنا اسره مثلا شفنا عندهم ابناء سن 10 سنين 15 20 سنه، ايه الفئات العمريه اللي احنا اكثر فئات العمريه اللي احنا لقينا حالات ادمان عندهم؟ احنا اكتشفنا ان اكثر الفئات العمريه بتتراوح ما بين 18 ل 20 سنه الى 35 سنه، اللي هو يعني وقت الشباب ووقت العمل ووقت الانتاج، وده طبعا يعني فئه عمريه صعبه جدا ومهم جدا ان احنا نكون متواجدين معاهم بشكل مستمر طبعا. بنفند معاهم الافكار المغلوطه، لان من ضمن الاسباب احنا طبعا درسنا الاسباب ان ليه الفئه ديت من اكثر الفئات اللي وقعت في المشكله، ان في مجموعه من المفاهيم المغلوطه اللي قدر من خلالها تجار المخدرات ان هم يروجوا لها بشكل كبير جدا، زي مثلا خد الحبايه ديت علشان تذاكر كويس، خد الحبايه دي عشان تقدر تسوق كويس، خد الحبايه دي عشان تقدر تركز وهكذا، تقدر تكون عندك بنيه عضليه قويه. لقينا كمان ان في حالات ادمان ما بين السيدات، وده كانت مفاجاه لينا، ان يكون في بعض السيدات ادمنوا ووقعوا في المشكله نتيجه
بعض الافكار المغلوطه، وكمان نتيجه ان في حاله من افراد الاسره متعاطيه للمواد المخدره، فهو عايز كل افراد الاسره تقع في تلك المشكله. طب معلش يا فندم، هل المواد المخدره دي بتبقى مواد مسكنه فهم بيفضلوا مكملين أيوة بيها؟ ايوه بالظبط، ما ده دي الافكار اللي هم دخلوا فيها. ولا حضرتك بتتكلم على مثلا نوع مخدر معين الراجل بيتعاطاه وتقوم الست كمان مشاركه الراجل في حاجه زي دي؟ مشاركه بالظبط، من باب ان هو مسكن، من باب ان هو علاج، من باب ان هو هيقدر يخليها تقوم بواجباتها الزوجيه والواجبات اللي داخل البيت بشكل افضل وشكل يعني احسن. كمان لقينا ان اهم انواع المخدرات المنتشره كان بيتربع طبعا على راسها البانجو والحشيش، بعد كده الترامادول. حلو قوي يا فندم. البعض بيعتقد ان النوعين دول مش ما يسببوش ادمان. ايوه ده بالظبط، ده من الافكار المغلوطه، وده اللي احنا بنشتغل عليه واحنا موجودين في وسط شبابنا. احنا ما بنيجي نعمل ورش عمل داخل القرى او داخل تلك المناطق المطوره، بنبتدي نفند تلك المفاهيم، بنبتدي نسالهم يعني ايه ادمان؟ يعني طب ايه اهم الانواع المنتشره؟ طب انت تعرف ايه عنها؟ طب ايه هي الخطوره بتاعتها؟ طب ايه الاثار اللي موجوده عليها؟ طب ايه المعلومه الصحيحه المرتبطه بيها؟ طبعا لو حضرتك اتفضلت كده ان في ناس كتير جدا بيقولوا ان الحشيش ده مش ادمان، ان البانجو ده مش ادمان، لا ده الاثنين ده مخدر وده مخدر، فاحنا بنحاول ان احنا يعني نصحح تلك المفاهيم ونصحح تلك المعلومات بشكل قوي، وهو ده اللي خلانا نكون متواجدين داخل تلك القرى وتلك البيوت بشكل، لان اهالينا لقوا مننا معلومه طبيه صحيحه عن المشكله هم كلهم بيعانوا منها. كل الشكر ليك يا فندم دكتور ابراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائيه بصندوق مكافحه الادمان، شكرا جزيلا ليك.